نادي الصقور السعودي عن تمديد مدة جناح الأسلحة في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في ملهم حتى 15 من أكتوبر الحالي. ويأتي التمديد لخمسة أيام لجناح الأسلحة فقط، بما يجري اختتام بقية أجنحة ومناطق المعرض لأنشطتها اليوم الأحد، بعد أن شهد طيلة الأيام الماضية إقبالا كبيرا. ويتضمن المعرض أجنحة لشركات الأسلحة ومنطقة لعرض الصقور ومناطق للفنون والتفاعل العائلية وميادين الرماية.